بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. right now رح نروح للاست سكشن اللي هو عندنا في هذا 6 to 9. إن شاء الله بيكون كل شيء سهل. it's ما مرة ما في like information مرة كثير هنا. كل شيء نحتاج إنه نسويه فهم ونفرق بين two things: molecular polarity. طيب molecular polarity: polar molecules when placed in an electric field will align themselves in what? Will align themselves in the field. يعني بيرتبون نفسهم in the field. Molecules that are polar behave as dipole, يعني ثنائية القطب, يعني one end is positive and the other end is negative. هذا في polar molecules, يعني هم يرتبون نفسهم they act as ثنائي القطب, يعني وشو, يعني عنده one end positive, عنده one end negative. بعدها عندنا polar and non-polar molecules. Non-polar molecules ما يرتبون نفسهم في electric field. تمام. يعني كمان عندنا if we have a molecule عنده carbon or hydrogen, هذا يعني إنه هذا molecule non-polar. تمام. طيب هنا قال لنا لما يكون عندي هنا polar polarity حق البوند, قلنا واحد positive واحد negative, البوزيتيف بيكون the electronegative atom or more electropositive. إيش عكس الالكترونيجاتيف؟ electropositive. هنا النيجاتيف اند راح يكون السهم متوجه للنيجاتيف اند اللي بتكون مور الكترونيجاتيف اتوم, وهذه المور الكترونيجاتيف اتوم هي اللي بتاتراكت الالكترونز توورد ات. لكن لازم يكون عندنا نفرق بين شيئين لما يطلب لي المولكيولر بولاريتي ولما يطلب لي البوند بولاريتي. لما يطلب لي المولكيولر بولاريتي اقول انه المولكيول هذا اطالع فيه من رسمته, طيب ارسمه واحدد اذا هو عندنا بولر ولا لا. يعني اول شيء ارسمه, متى حيكون بولر المولكيول, متى حيكون بولر اذا كان عنده اللي هو عندنا one or more than one lone pairs. طيب واذا كان الترمينال اتوم, الاتومز اللي على الجنب, terminal atoms not the same, واذا كان الاتوم اللي في النص من group, central atom from group 5 و 6 و 7. تمام. هذا لما اقول للمولكيول بولاريتي, يعني يكون عندي one or more than one lone pairs والterminal ما يكون نفس الشيء, طيب, والاتوم السنترال اتوم يكون من جروب 5, من جروب 6 ومن جروب 7. تمام. كمان في حاجه انه ما يكون عنده نفس البوند, يعني مثلا يكون المركب نفسه فيه ودبل بوند وسنجل بوند. فلما يكون عندي اكثر من بوند مختلفه اقول انه بولر مولكيول. طب متى اقول انه المولكيول نفسه نون بولر؟ طيب لما ما يكون عندي no lone pairs, تمام, and all terminal are the same. تمام. وكمان لما يكون a central atom من أي central atom from any group except group 5 و group 6 و group 7, ما يكون من group 5 ولا من group 6 ولا من group 7. وكمان عندنا أنه يكون ال O2 ال F2, تمام, ال N2, هذه كلها تكون اللي هو عندنا non-polar. تمام. يعني هنا البولر ما عنده لون بير والترمينال مو نفس الشيء والسنترال يكون 5 و 6 و 7. النون بولر يكون عندنا داي اتوميك اللي هو O2 F2 N2, ما يكون عنده لون بير, ما يكون عنده ترمينال الترمينال حقه يكون نفس الحاجه, والاتومز ما تكون من جروب 5 و 6 و 7. هذا لما يكون عن مولكيولر بولاريتي. طيب الحين بنتكلم عن البوند بولاريتي. البوند بولاريتي عندنا نقدر نشوف طريقة مرة سهلة عشان نديترمين إذا البوند هذا بولر أو لون بولر. لما نتكلم عن البوند بولاريتي بتريك صغيرة, هذا التريك حقة البوكس. إذا كان عندي الإليمنت من جوا الكومباوند من جوا ومن برا, تمام, راح يكون عندي الإليمنت بول, الكومباوند عندي بولر. لما يكون عندي من جوا بلس من جوا رح يكون عندي نون بولر. لما يكون عندي من برا بلس من برا رح يكون عندي نون بولر. تمام. واللي جوا هم نيجاتيف واللي برا بوزيتيفز. وكمان نقدر نديترمين ات بالالكترونيجاتيفيتي. هنا في مسائل, يعني هنا عندنا سيليكون وعندنا كلورين. تمام. السيليكون الكلورين من جوا والسيليكون من برا, يعني هذا بولر. طب انا بشوف اي وحده اكثر الكترونيجاتيف, السيليكون ولا الكلورين؟ نشوف هنا الكلورين هنا والسيليكون هنا. فالكلورين نعرف انه الالكترونيجاتيفيتي انكريز بالبيريد, فالكلورين اكثر, فحيكون عندنا كذا الفكتور. تمام. خلينا نسوي واحده نون بولر. هنا عندنا هيدروجين وكربون كلهم من برا البوكس فحيكونوا نون بولر. تمام. الكربون مع الكربون قلنا داينا اتوميك فحتكون نون بولر وكلهم من برا البوكس. تمام. وكذا نقدر نحل المسائل الباقيه.
بعدها بنروح عندنا المولكيولر بولاريتي، كمان قال لنا انه هنا مفصل لنا اياها، قال مولكيولز نو لون بير طيب ار نون بولر، وان لون بير ار بولر، مور ذان وان لون بير ار بولر، يعني النون بولر ما في له لون بير. تمام تمام. هنا قلنا طريقه ثانيه ان نعرفهم، قال نو لون بير ان ذا سنترال اتوم يعني نون بولر. شوف هنا ما عندنا لون بير ولا حاجه زي ما قلنا. طيب فدحين احنا حنحاول we solve questions هنا and we wanna predict which of the following molecules. فلما اقول molecules انا لازم ايش اسوي؟ لازم ارسم. تمام اوكي. فهنا عندنا NH3، فهنا we have N، sorry قلنا النص بتكون N، بعدين حيكون هنا عندنا H، بعدين حيكون هنا عندنا H، بعدين حيكون عندنا هنا H. تمام. بعض الأشياء خلاص إحنا لازم نحفظ كيف نرسمها. طيب فاللون pairs اللي بيكون عندي في الN هنا، تمام تمام، فأنا because I have lone pairs here I do have a lone pair على الN، so it's gonna be what it's gonna be polar. تمام. خلنا نأخذ واحدة non polar زي الكربون دايوكسيد، فالكربون بتكون في النص، الرسم حقها حيكون كده. خلاص إحنا لازم نحاول نحفظ بعضها عشان نعرف نرسمها بشكل أسرع في الاختبار. تمام. هنا ما عندنا لون بير، هنا تقول هذا لون بير هذا لون بير، لا لون بير يكون على السنترال آتم، فهنا ما عندنا لون بير فهذا حيكون نون بولر. فلما نجي مولكيولز ما نستعمل ده، لازم عندنا نرسم بعضها. بنقول اللي هو عندنا ال properties based on molecular geometry and intermolecular. إيش في بعدين؟ عندنا two types of forces موجودة بين المولكيولز، عندنا intramolecular forces وعندنا intermolecular forces. الintramolecular forces هي اللي تكون في الجزيء نفسه، الintermolecular forces هي اللي تكون بين الجزيئات. فالintramolecular within the molecules، intermolecular between molecules، and the intermolecular forces اللي هي اللي between determine the physical properties. هذا الphysical properties منها solubility اللي هو عندنا اللي to what extent اللي هو عندنا شيء حيذوب في شيء. تمام. وبعدين بيكون اللي هو عندنا the freezing and the boiling point of the liquids. تمام. فنروح احنا نتطرق للsolubility. A solubility the maximum amount of مذاب that dissolves in a given amount of مذيب at a specific temperature. تمام. يعني هو اقصى كميه من المذاب الذي يذوب في كميه معينه من المذيب عند درجه حراره معينه، هذا هو عندنا التعريف. ولازم نعرف انه like dissolve like، يعني البولر مولكيول حي dissolve في البولر solvent، يعني اذا كان اللي هو عندنا المذاب كان polar هو will dissolve in a مذيب لازم يكون polar، اذا كان المذاب non polar المذيب لازم يكون عندنا non polar عشان يقدروا يذوبوا في بعض. تمام تمام. بعدها هنا قال لنا does ammonia NH3 dissolve in water، احنا نعرف انه water polar طيب، وال NH3 لازم احنا نحفظ انه polar، ف like dissolve like فهم they're gonna dissolve together. طيب فشفتوا كيف هو يعتمد على Lewis structure، ان عرفتوا كيف عرفتوا كيف تحله. ونقول لنا هنا بين water و water، بين like water is a nitrogen، هنا النيتروجين ال NH3 والwater حيكون بينهم أي رابطة هيدروجينية. يبقى هنا كمان عندنا نتكلم عن الأويل والواتر، قلنا ليه الأويل والواتر do not mix together؟ قلنا because الواتر is polar والأويل is not polar. تمام؟ طب هنا ليش الأويل يقعد فوق والواتر تكون تحت؟ هذا بس عشان density differences اللي بينهم. تمام؟ نروح للنقطة الثانية اللي هو عن boiling points of liquids and melting points of solids. نعرف إنه the greater intermolecular forces the more energy is required so therefore leading to a higher، يعني إذا كل ما كانت ال intermolecular force أقوى اللي بين المولكيولات اللي بين الجزيئات راح يدينا higher melting point of solid و higher boiling point of liquid. طيب كيف ترتيب ال boiling point وال melting point؟ حيكون أول شيء أكثر شيء أقوى شيء الأيونيك، بعدين البولر، بعدين النون بولر. تمام. طب عندنا بعض الاشياء اللي هي تسوي لنا افكتنج لهذه البويلنج بوينت والميلتنج بوينت، ايش هي؟ المولكيولر ماس. طيب الويت المولكيولر ماس هذا ياثر، طيب وزن الوزن المولكيول ياثر. The larger molecules عندهم درجه غليان وميلتنج اكثر من الاصغر. ليه؟ عشان تحتاج it's more difficult to convert a larger mass to other phase، يعني difficult to convert وزن كبير الى
For example, it's difficult to convert a larger mass of water لي water vapor compared لي other compared to a smaller one. بعدين بيكون عندنا polarity. البولاريتي نعرف إنه polar molecules عندهم higher melting point to boiling point. ليه؟ عشان عندهم strong attractive force, عشان القوة اللي تجمعهم مع بعض قوية. بعدها بنروح اللي هو عندنا قال لنا يورينا الترتيب إنه كيف الأيونيك مرة حقته كبيرة وكيف ال non polar مرة حقته boiling point صغيرة. تمام. طيب لما أنا بقارن بينهم إذا كان both, طب إذا بقارن بينهم polar non polar أعرف. طب إذا كان both of them polar لازم أقارن بينهم أشوف على اللي واحد ب greater polarity. تمام. يعني أشوف أي واحد عنده the ionic bond وأي واحد عنده like the covalent bond, فالionic بيكون أكبر, ف like such as ionic or covalent. طيب فالionic أكبر من الcovalent. تمام. وكمان نقدر نشوفها بالelectronegativity. كمان نفس الحاجة هنا, if both of them are non-polar we can look at them by the electronegativity. We can look at them by what? By the electronegativity. تمام. نشوف أي واحد ionic أكبر, وحد لو كانوا both of them ionic نقدر كمان we compare the electronegativity حقتهم different. الواحدة اللي difference حقها أكتر حيكون the boiling point حقتها أكتر. طيب وهنا كمان قاعد يقارن لنا بينهم, فقال لنا predict which of the compound pairs should have the higher melting point and boiling point. هنا عندنا H2O is polar, بعدين CH4 is non-polar. تمام. عشان قلنا the carbon and hydrogen non-polars, ف polar بيكون عندنا أكتر. طيب خلونا ناخذ هنا مثلا CHCl3. تمام. CHCl3 هذه نحفظها انها polar. تمام. يعني حتى لو رسمناها, حتى لو سوينا لها, لو رسمناها شكل حتكون اللي هو عندنا polar. تمام. هنا CL2 حيكون عندنا قلنا انه diatomic فنان polar. تمام. فحتكون اللي هو عندنا CHL أكتر. طيب عندنا بنرسم اللي هو عندنا ال, طيب فهذا بيكون اللي هو عندنا الدرس. أهم شيء إنكم تتدربوا على كل هذه المسائل وحتحفظوها كلها, وإن شاء الله حيكون الاختبار يعني إذا حفظتوها وزي كذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله everything is gonna be okay. If there is any questions feel free to text me via Telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم, and have a blessed day.